قانون تنظيم الفتوى، لأن احنا الحقيقة بصراحة شديدة هذا المجتمع عانى لفترة طويلة من الفوضى الكبيرة في الفتوى دون أن يكون هناك مرجع أو مرجعية أو مصدر واحد للإفتاء. كل اللي كان عايز يفتي كان بيفتي. منذ أيام بدأ مجلس النواب في مناقشة هذا الأمر، وقيل أن حضرتك طلبت تأجيل مناقشة هذا القانون من أجل دخول الأوقاف كجهة أو كوزارة في مسألة الإفتاء. البعض يرى أن هذا الأمر يتعلق بالفتوى، والفتوى لابد أن تكون لجهة مستقلة. بداية يعني أنا واحد من أقصى المهتمين بصدور هذا القانون، لأني أدرك جيدا أهمية وقيمة هذا القانون في ضبط شأن الفتوى بخاصة في مجال الإعلام وهذا الانفلات الذي يحدث فيها، وطلبت رسميا في أكثر من بيان على موقع الوزارة وفي أكثر من وسيلة إعلامية بصورة إصدار قانون الفتوى، خاصة إن إحنا بعد ما صدر قانون تنظيم الخطابة أحكم أمرنا على المساجد، فهذا القانون أيضا سيحكم قضية الفتوى. ولم أطلب على الإطلاق، سوى إني فضيلة على الإطلاق، بالعكس أنا من المؤيدين والمشجعين سيد رئيس اللجنة الدينية الأستاذ الدكتور أسامة العبد، هذا الرجل المحترم، لما وصلتني الدعوة بأن الاجتماع يوم الأربعاء استأذنته وطلبت أن يكون الاجتماع يوم الخميس حتى أشرف في الحضور وأستطيع أن أكون في المناقشات، حيث إن يوم الأربعاء يكون مجلس وزراء. وهل إحنا رتبنا مع فضيلة المفتي والدكتور علي جمعة، فقلت أنا هتصل بفضيلة المفتي، فالحقيقة الرجل رحب وجلسنا بالفعل. والحقيقة خارج القانون، وأنا علقت على هذا القانون بالآتي بأن القانون شديد الاتزان، تمام، شديد العقلانية. والحقيقة أنا هل حضرتك أصريت فعلا على دخول الأوقاف كجهة في مسألة الإفتاء؟ البعض يرى أن الأوقاف ليس لها علاقة بمسألة الإفتاء. هقول لحضرتك ده مسألة تنظيمية، يعني أنتم تتولون يعني الدعوة على المنابر، أولاً ما علاقة الخطيب أولاً بالإفتاء؟ أولا دي مسألة تنظيمية. إحنا قلنا أن هيئة كبار العلماء كأكبر مؤسسة دينية، دار الإفتاء المصرية باعتبار ان دار الافتاء عملها وانقطاعها وعملها صحيح صاحبة الاختصاص الاصيل، 3 مجمع البحوث الاسلامية، 4 الاضاءة العامة للفتوى. ليه؟ ده عملية تنظيمية. طب لو احنا عايزين جهة واحدة بقى، لو عايزين جهة وبنقول جهة واحدة ومفيش تعدد جهات، لو المسألة مش تنظيمية، طب خلاص يبقى مثلا ادي دار الافتاء منقطع للافتاء او هيئة كبار العلماء، مش هينفع اقول هيئة كبار العلماء لوحديها والا ضاع الافتاء يبقى لا عمل لها، ولا هينفع اقول ضاع الافتاء لوحديها واين هيئة كبار العلماء. هذا من باب التيسير، لان الجهة التي ستصدر الترخيص ستكون مسؤولة عن يعني هيئة كبار العلماء هي المصدر الاساسي وهي المرجعية وهي في المقدمة، يا ليها ضاع الافتاء لان ده عمل ضاع الافتاء. ثالث حاجة عضو مجمع البحوث، انا أشرف بأن أكون عضو، أشكر فضيلة الإمام بأني عضو في مجمع البحوث، وأنا ثم يأتي مجمع البحوث، لأن الوعاظ ولجان الفتوى الموجودة في المحافظات تتبع مجمع البحوث، ثم في وزارة الأوقاف التي بها نحو 100,000 إمام وخطيب مكافأة وفي كل المساجد وبها إضاءة موجودة لم نخترعها ولم نطلبها جديدة ولم نضيفها، إنما هي موجودة تاريخيا، إضاءة الفتوى في وزارة الأوقاف وخرجت بحوثا مهمة، وإلا هذه الكتب التي خرجت عن تصحيح المفاهيم وهذه النقاط من أين خرجت إن لم تكن هناك إضاءة قوية للفتوى. ثم إننا عندما أكون عندي إمام تيسيرا على الجهة، عندما نمنح الإمام اللي عندي ده، أنا اللي عارف أئمتي وحافظ مين الإمام الفقيه ومين الإمام المتميز، عندما يمنح الإمام هذا التصريح عندما يخرج يعلم أن الجهة تملك أن تحاسبه إن استغله استغلالا خاطئا. والجهة ما هي المشكلة كانت جاية من بعض خطباء المساجد اللي أفتوا فيما لا يعلمون. يا أستاذ عاشا لا أريد أن أدخل في جدل كلمة الإفتاء، هاتيلي خطباء المساجد اللي أفتوا الفتوى، عفوا هذا أنا لا أقبله على خطباء المساجد ومش دفاع عنهم وإنما الحقيقة إن أنا أقول خطباء مساجد وتعميم الأحكام مطلقة، أنا لا أريد أن أخذ. طب ليه ما تبقاش لجهة مستقلة بذاتها؟ أنا لا أريد أن أخذ الحكم من هنا أنقله على غيري، لا أريد أن ألقي التبع على غيري ولا غيري يلقي التبع علي. الأئمة الآن يسؤولون، هل حاجة لديك ضمانات ألا تخرج بعض الفتاوى، يعني أنا مش عايز أقول التعبير اللي بيتقال، بعض الفتاوى غير الصحيحة؟ عانينا ونعاني. أكمل لك بالمناسبة، هذا القانون أنا بقول أمام الله وللتاريخ من أفضل القوانين التي ستخرج في تاريخ مصر، ولا أظن يعني أن يبقى فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام
وفضيلة المفتي السابق الدكتور علي جمعة وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وطبعا السيد رئيس اللجنة الدينية في المقدمة الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة وهو أستاذ فقه رئيس جامعة الأزهر السابق والزميل الدكتور عمر حمروش أستاذ بجامعة الأزهر والدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث وأيضا كان بعض ممثلي دار الإفتاء والسادة النواب المحترمون وجميع أعضاء اللجنة الدينية المحترمون واللجنة الدستورية ونخرج بالإجماع في مسألة يمكن لغير المتخصص أن يناقش فيها عندما يكون وزير المفتي والمفتي السابق رئيس اللجنة الدينية والدكتور أسامة الأزهري أكمل لحضرتك يا دكتور ووزير الأوقاف هذا سيكون عبء إضافي على حضرتك مسألة الإفتاء يعني كان البعض يرى أن حضرتك عندك عبء كبير جدا يتعلق بالخطابة هذا عبء كبير جدا جدا هكمل فكان البعض يرى مين قال لك ان احنا هناخد ايه وهنشتغل لجنة فتوى هنشتغل لجنة فتوى مين قال ان احنا انا في فرق بين المنح والعمل تمام انا بقول لك حاجة عندي امام متميز ثم ان القانون طلع في منتهى العقلانية لكن انا بقول لحضرتك ليه عفوا مع تقديري وطامي كل الاراء انا بقول هذا التشكيل يا اخي يا اخوانا يا اللي مش متخصصين يا اللي مش شغلتكم الكلام ده سيبوا العيش لاهله المتخصصين انا بقول لك المفتي السابق الدكتور علي جمعه السيد رئيس اللجنه الدينيه الاستاذ الدكتور اسامه العبد وهو عضو مجمع البحوث ورئيس جامعه الازهر الاسبق والدكتور اسامه الازهري والدكتور عمر حموش امين سر اللجنه الدينيه واستاذ بجامعه الازهر ووزير الاوقاف وجميع اعضاء اللجنه الدستوريه مش معقول دول مش عارفين مصلحه الدنيا فين ده لما يبقى دول كلهم المجموعة دي كلهم ووزير الأوقاف معاهم والسيد الأستاذ الدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث ممثل للأرض وكل دول مش عارفين يعني إيه تقسيم إداري ويعني إيه تنظيم قانون ويجي واحد دي مسألة أكملك. إدارية طبعا مسألة بجوهر تنظيمية لا تتعلق بجوهر فكرة الإفتاء مش معقول نكون كلنا أجمعنا بالإجماع ودون اعتراض ودون مناقشة على عملية تنظيمية ويجي واحد لا فاهم طبيعة عمل الأزهر ولا طبيعة عمل الأوقاف ولا طبيعة عمل الإفتاء ويقول ليه بتعملوا كده ده مش شغلتك إذا كان أهل الاختصاص وأهل العلم فيما بينهم اتفقوا على آلية لتنظيم العمل وإلا ده بقى الكارثة إن كل واحد عايز يسيب شغله ويدخل في شغل غيره وينظم لغيره أهل الاختصاص وأهل العلم بالإجماع والاتفاق فيما بينهم يعني هل جانب الفتوى جانب يتعلق بشغل حضراتكم في الأوقاف الفكرة اللي عند الناس ان الأوقاف هي مهمتها الخطابة على المنابر وليس الإفتاء أكمل لحضرتك اتفضل احنا محتاجين في كل عمل في كل العمل وهنقول أيضا وعاظ الأزهر شغلته بالوعظ وليس الفتوى لأنه دي حاجة تانية موضوع خريج أزهر وده خريج أزهر وده وعظ وده واعظ وهنقول المدرسين مش شغلتهم بالفتوى هذا الكلام مين يقول مين اهل الفتوى ومين مش اهل الفتوى ثم في امرين بقى مهمين بقى ده اللي اتفقنا عليهم تخرج بعد ذلك اللائحه التنفيذيه هي التي تحدد المهام التفصيليه يعني احنا جينا على سبيل المثال قلنا التدريب لكن ما قلناش ده في القانون قلنا ممكن يبقى ضايع الإفتاء الجهة المتخصصة المنقطعة هي تقوم بالتدريب بالزبط. على التدريب بالزبط. على الفتوى بالزبط. لكن القوانين لا تبنى على الأمور التفصيلية والتنظيمية دي بتتحط في اللوائح التنفيذية احنا اخوانا بنأكد بتقر المبادئ يعني انا بقول اهو أزهر وأوقاف وإفتاء ومجمع البحوث نحن على قلب رجل واحد نعمل يدا بيد ننسق وننظم وسيزداد التنسيق والتنظيم والتنسيق ونعمل معا ونعرف مصلحتنا معا ومرجعيتنا طبعا فضيلة طيب الإمام أنا عايز أدخل ومرجعيتنا فضيلة الإمام الأكبر والقانون خرج بصورة تاريخية لكن جينا في نقطة بقى مهمة جدا وكنا حريصين عليها جميعا كنا عايزين قانون قابل للتنفيذ والتطبيق تمام يفرق بين الرأي وبين التجريم فأول حاجة الإمام اللي في المسجد بيدي خطبة الناس سألوه نصلي ازاي ونصوم ازاي ونطلع الزكاة ازاي المدرس اللي في الفصل والطلاب سألوه أستاذ الفقه اللي في جامعة الأزهر أو الحديث أو التفسير اللي تعرض لمسألة تتعلق بالفتوى في نطاق عمله والطلبة سألوه هل ده لو أفتى نجرمه ونقول له أنت أولا التجريم لحاجتين للفتوى العامة مش حد سألك لجموع الناس لا مش يجي واحد يسأل حضرتك يقول لا أو يسأل واحد طب انا نسيت اصلي العصر الظهر غير العصر مأذن اصلي ازاي الظهر
دي فتوى شخصية مش هيترتب عليها قضايا أوطان. حتى خد بقى قال له عيد العصر صلي العصر وعيد الظهر تاني، عفوا صلي العصر ثم الظهر ثم عيد العصر تاني. اه يعني مش متعلقة بقضايا كبرى في ال مش قضايا. هنيجي حاجة تانية، أول حاجة أن تكون فتوى عامة عشان ما نضيقش على الناس، مش كل واحد بيقول لك أعمل إيه وأنت ماشي كده تقول له تعالى طبق عليك القانون. أن تكون فتوى عامة. الأمر الآخر أن تكون عبر وسائل الإعلام. بمعنى إيه؟ طب افترض في فتوى طلعت فيها أكثر من رأي، وأنا قاعد مع زمايلي في مكتبي بنتناقش، أقول طب ده في رأي تاني، نقاش شخصي، مش هاجي أقول اللي بيتناقش ده ما تفتحش بقك وما تتكلمش وتعالى اقطع عليك طبق، لا، إن حد يفتي فتوى عامة عبر وسائل الإعلام من الفتاوى. ومعلش يا دكتور، يعني يكون فتوى لها علاقة بالواقع الذي نعيشه، مش ممكن واحد يقعد يقول أكل لحم الأسير أو عدم أكله، الزوجة هنا بقى في تفتح لجوزها الباب ولا ما تفتحلوش وهو راجع، يعني حاجات كده. في نقطة مهمة جدا بقى جدا بقى، هي إيه بقى؟ إن أصلا ما حدش هيطلع في وسائل الإعلام إلا بتصريح. تمام. الجهة اللي بتدي التصريح، تخيلي مثلا واحد خد تصريح من دار الإفتاء وطلع لخبط، دار الإفتاء تجيبه تسحب التصريح طبعا. تاني حاجة، دار الإفتاء قبل ما تدي تصريح لواحد لو هي مش مطمئنة، دار الإفتاء إن لم تكن مطمئنة بنسبة 100% هتدوه تصريح إزاي؟ طب بالمناسبة دي لو عندي إمام في الأوقاف مش هديله تصريح إلا إذا كنت مطمئنة 100% إنه مؤهل دكتور.